قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. إذا ظهر لك أن العالم أراد حكم الله، وهذا الذي يجب أن تعتقده في العالم الرباني، وأن لا تتهمه في هذا الباب أبدا، أنه إنما أراد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حكم الله، لكنه أخطأ. والعالم مهما كان فضله قد يخطئ. فإنك لا تتبعه في حكمه ولا تهدر فضله، أصل يجب ألا يغفل حتى لا يضيع نور العلم في ظلمة الفتن. فإنا نرى أصولا تؤصل لا أصل لها في الكتاب والسنة، ولا وجود لها في كلام العلماء المتقدمين، تؤصل وتفصل للفتنة، وهذه تجتنب، ويلزم الإنسان العتيق. والحقيقة يا إخوة أن في هذه الفتنة التي يمر بها المؤمنون في هذه الأيام لا تهمنا الأطراف إلا بتحقيق الحق لكل أحد أحببناه أو أبغضناه في الله، وإنما الذي يهمنا الأصول الشرعية ألا تغيب، وألا توضع الأصول التي يسترق بها المؤمنون رقا علميا حكميا، وهي غير صحيحة ولا سديدة. وإن من الجهاد أن تقابل الأصول غير الصحيحة ببيان الأصول الصحيحة. لكي يبقى الحق قائما. وإني بالمناسبة لا أحذر طلاب العلم تحذيرا شديدا من لمز العلماء وإخراج بعض الناس ما تكنه نفوسهم من بغض للعلماء، لكنهم كانوا يكتمونه فرأوا الفرصة مواتية لإخراج شيء من ذلك السم، كاتهام أو لمز بعض العلماء الكبار بأنهم كبروا في سنهم فتأثرت عقولهم أو أصبحوا ألعوبة في يد غيرهم. فإن هذا من اللمز الخبيث والكذب البين، ويدرك الإنسان أن أولئك العلماء الذين يلمزون بهذا ما زادهم كبر السن إلا اعتقادا في أذهانهم وكمالا في عقولهم وحسن فهمهم. أما التخطئة والتصويب فواردة على الجميع.